أخذ الألواح وماء النيل يخالط المساج ويخط على صفحة الماء وعلى نسختها علم ونور وهدى، وعلى عتبات المعهد الفني العتيق في العام 1950 ابن السودان يتزود بالعلوم، وبين الرداهات وكليات التكنولوجيا في العام 1975 ابن السودان يرتقي سلما ثم سلما، وفي العام 1990 يصير صرحه جامعة باسم السودان للعلوم والتكنولوجيا. زادت حاجة البلاد إلى مشروعات التنمية البشرية والصناعية والزراعية، وظل أهله يحلمون بعهد زاهر يمكنهم من تسخير الإمكانيات والموارد البشرية والمادية لبناء السودان الإنتاج والغذاء والكساء. وعكف أساتذة وإدارة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ومنذ نشأتها في العام 1990 يفصلون برامج دراسية وكليات ومعاهد تخرج أجيال البناء. في العقدين الأولين من عمر الجامعة السودان ضربت الجامعة كلياتها في مجال الهندسة والتجارة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والعلوم التطبيقية تعلو بتميزها وخططها الاستراتيجية وسياساتها الواضحة، حتى ونالت المركز الأول كأول جامعة عربية يتم تقييمها واعتمادها حسب معايير التقويم المؤسسي لاتحاد الجامعات العربية والذي يضم 200 جامعة. في جامعة السودان ارتبطت العلوم والتعليم بحاجات البلاد والناس، فتميز طلابها بين جميع الخريجين، بل ووصل التفرد بتوفير تخصصات ودراسات نادرة بالسودان. وفي كلية الهندسة ومدارسها يمنح الخريج درجة البكالوريوس الشرف في 10 فصول دراسية في التخصصات: مدرسة هندسة المساحة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة النسيج، هندسة الإلكترونيات، الهندسة النووية، الهندسة الكيميائية، هندسة البلاستيك، هندسة الطيران، وكلية هندسة المعمار. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا هي إحدى الجامعات السودانية الرائدة في قبول الطلاب على المستويات الدبلوم والبكالوريوس، وهي بها من المجالات المتعددة التي لا توجد في الجامعات السودانية الأخرى، كمجالات الليزر وكذلك الهندسة الطبية الحيوية وكذلك الهندسة النووية وبعض التخصصات الأخرى التي تتفرد بها جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. كذلك بهذه الجامعة العديد من البرامج في الدراسات العليا من الماجستير ودكتوراه. تمثلت جهود الشؤون العلمية والأكاديمية في استقبال حوالي 5000 طالب في مختلف مستويات الدكتوراه والماجستير والدبلوم فوق الجامعي. ترامت كليات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 21 بولاية الخرطوم، ويدرس بها ما يقرب من 65,000 من الطلاب وطلاب الدراسات العليا المدرجين في أكثر من 200 برنامج دراسي. وفي مستويات البكالوريوس والدبلوم يحفهم بالرعاية 1400 عضو هيئة تدريس الذين يتميزون بالخبرة والكفاءة العالية ويحظون بكل الاحترام والتقدير من الجميع، والذين يولون نجاح طلابهم الأولوية القصوى كهدف استراتيجي لا حياد عنه، وذلك من خلال تقديم أحدث ما توصل إليه العلم والمعرفة لطلابهم على كافة المستويات، وذلك من أجل تطوير الطلاب وإعدادهم للمستقبل.
تزين وتحلي معصم جامعتهم كلية الفنون الجميلة المانحة لبكالوريوس الشرف لطلابها في 8 فصول دراسية بفنونها النحت، الخطوط والزخرفة الإسلامية، الطباعة والتجليد، التلوين، التصميم وطباعة المنسوجات، الخزف، التصميم الصناعي، التصميم الإيضاحي، التصميم الداخلي، وتصميم الأزياء. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يوقع ألحانها حادي الركب والمسيرة كلية الموسيقى والدراما، وتعزف أوتارها اللحن لخريجيها من درجة البكالوريوس في الموسيقى في 10 فصول دراسية في التخصصات الآتية: الصوت، الغناء، الآلات الموسيقية، والتأليف. وتجسد الدراما واقع حياتنا الاجتماعية، لذا كانت تمنح البكالوريوس لخريجيها في 8 فصول دراسية في تخصصاتها التمثيل، النقد، والدراسة الدرامية لفنيات المسرح، إضافة إلى أقسام الراديو والتلفزيون والإخراج. في مجال العلوم والدراسات تفرد جامعة السودان كلية هندسة المياه والبيئة، وتمنح أيضا البكالوريوس الشرف في 10 فصول دراسية في تخصص هندسة موارد المياه والهندسة البيئية. كلية هندسة وتكنولوجيا النفط تمنح خريجيها بكالوريوس الشرف في 10 فصول دراسية في تخصصات هندسة النفط، هندسة الاستكشاف، وهندسة تكرير النفط. كلية علوم الأشعة الطبية تمنح طلابها تخصصات تكنولوجيات الأشعة التشخيصية وتكنولوجيا العلاج بالأشعة في 8 فصول دراسية لنيل بكالوريوس الشرف. كلية الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي تمنح الكلية درجة الدكتوراه والماجستير والدبلوم فوق الجامعي في جميع التخصصات بالجامعة. كلية علوم المختبرات الطبية المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة، الكيمياء السريرية، علم الطفيليات، علم الدم ومبحث المناعة، علم أمراض الأنسجة والخلايا. وتمنح الخريج درجة البكالوريوس الشرف في 10 فصول دراسية. كلية العلوم وتضم أقسام الرياضيات والفيزياء، الإحصاء التطبيقي، الكيمياء، والمختبرات العلمية، لتمنح خريجها درجة البكالوريوس في 8 فصول دراسية. كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات التي تنظم المعلومات وتقانتها والترابط الشبكي والدراسات المتداخلة وهندسة البرمجيات وعلوم الحاسوب. يعتبر مركز الحاسوب بجامعة السودان جزء أساسي من شبكة الجامعات السودانية، حيث يعتبر هو النقطة الرئيسية من النقاط الرئيسية لشبكة الجامعات السودانية. ينقسم مركز الحاسوب أو يحتوي مركز الحاسوب على عدد من الأقسام: قسم الدعم الفني والشبكات يعنى بصيانة الأجهزة بداخل الجامعة التي يبلغ عددها فوق 4700 جهاز، الشبكات الجامعة، الشبكة المحلية للجامعة اللي هي تضم كل الشبكات المحلية لكل الوحدات داخل الجامعة، لكل الكامبسس، لكل الفروع في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وتوصيل هذه الكامبسس أو هذه الفروع مع شبكة الإنترنت. صفحة الجامعة أيضا من الأقسام، أقسام مركز الحاسوب، وهي الصفحة الرئيسية والبوابة الرئيسية، البوابة الإلكترونية الرئيسية لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. هنالك بعض الوحدات الأخرى المساعدة لمركز الحاسوب، حيث تمثل وحدة البطاقات عنصر أساسي من العناصر المكونة لمركز الحاسوب، وتعنى بإصدار بطاقات الطلاب وبطاقات الموظفين والعاملين بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. على أرض السودان الذي يملك ملايين الأفدنة الزراعية الخصبة، ضربت كلية الدراسات الزراعية وكلية الطب البيطري في تخصص طب وجراحة الحيوان. كلية علوم وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني المانحة لدرجة البكالوريوس في علم الأسماك والحيوانات البرية، الإنتاج الحيواني العام، وعلوم وتكنولوجيا الدواجن، وعلوم وتكنولوجيا الألبان. وكلية علوم الغابات والمراعي
ويدل ذلك يقينا على وعي ودراية إدارة جامعة السودان بموارد السودان الغابية والحيوانية والمياه والأنهار، أسباب النعمة والرفاه التي وهبها الله لهذه البلاد، وسعيا لإتباعها بأسباب أخرى من العلم والتكنولوجيا وأجيال مفعمة بالعلم ومقدرة لأدوارها ولثروات السودان. تواصلت مسيرة الجامعة لتشمل كلياتها كلية التربية بأقسام الفيزياء والرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية والفرنسية وعلم النفس التطبيقي، وكلية الدراسات التجارية المالحة لدرجة البكالوريوس الشرف في 8 فصول دراسية في تخصصات التكاليف والمحاسبة الإدارية، إدارة الأعمال، البنوك وتمويل الاقتصاد التطبيقي، السكرتارية والمحاسبة والتمويل. كلية اللغات المتخصصة في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. كلية علوم الاتصال المانحة لدرجة البكالوريوس الشرف في العلاقات العامة والإعلان، الصحافة والنشر، الإذاعة والراديو والتلفزيون، التصوير والسينما والوسائط المتعددة. كلية التربية البدنية والرياضية المتفردة برنامجا وتخصصا في مجال التدريب الرياضي والتنظيم وللإدارة الرياضية والإعلام الرياضي. كلية التكنولوجيا وأقسامها الدراسات العلمية، الدراسات الإنسانية، الدراسات الهندسية، الدراسات التجارية والتدريب والدراسات المستمرة، وهي المتفردة في درجة الدبلوم في 6 فصول دراسية في 50 برنامجا. وتمضي الجامعة في تطور مستمر تحديثا وتوسعا في برامجها بخطى ثابتة وراسخة نحو تحقيق أهدافها وبلوغ رسالتها في نشر المعرفة وخدمة المجتمع وإعداد الأطر المتخصصة والمساعدة المؤهلة تأهيلا جيدا. بخطى ثابتة نحو الأمام، وأصبحت رغم لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، والحمد لله أصبحت عندها موقع متميز في الجامعات الإقليمية العربية والأفريقية، ونسعى إن شاء الله لوضعها في موضع متقدم في الجامعات الإسلامية إن شاء الله. وقد تم من قبل تقييم جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا من قبل اتحاد الجامعات العربية، ونحمد الله أنها أحرزت المرتبة الأولى. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا حقيقة بها عدد طلاب عند 30,000 طالب على مستوى البكالوريوس، و 35,000 طالب على مستوى الدبلوم، وعندنا برامج بتدير الجامعة في مستويات البكالوريوس والدبلوم. تسابق جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بتقديمها معهد الليزر بأربعة برامج أكاديمية على مستوى الدراسات العليا، الدبلوم فوق الجامعي في تطبيقات الليزر في الطب، وماجستير تطبيقات الليزر، ودكتوراه وتطبيقات الليزر في المجالات المختلفة، ودكتوراه فيزياء الليزر. معهد العلوم والبحوث الإسلامية ومركز الجودة الشاملة والامتياز، ومركز الحاسوب، ومركز دراسات وثقافة السلام، ومركز المعلومات والتوثيق، والمركز السوداني التركي للتدريب المستمر، ومركز الدراسات السودانية الماليزية، ومركز بحوث الأصماغ الطبيعية، ومركز الاستشارات الصيدلانية، ومركز تطوير أداء الأستاذ الجامعي، ومركز التعليم عن بعد، ومعهد تنمية الأسرة والمجتمع الذي يقوم بتنمية الأسرة عبر أقسامه قسم التدريب والبحث، وقسم تنمية المجتمع والترابط الاجتماعي والخدمي. خدمة التعليم لأوسع قاعدة من المجتمع، ولأن جامعة السودان ترغب في أن تسهم إسهاما مقدرا في تقديم خدمات التعليم العالي لقطاع واسع جدا من المجتمع السوداني. وجامعة السودان تهدف بذلك، وتعلم تماما أن التعليم والتنمية هما كلمتان مترادفتان،
لابد أن نؤمن بأن لا تغيير في مستوى التقدم الفكري والتقني والاقتصادي دون تعميم التعليم، ودون أن تسهم الجامعات في تغيير المفاهيم وفي العمل من أجل تركيز التعليم في كافة المستويات. فهذه واحدة من أهداف جامعة السودان. تولي إدارة الجامعة وهيئات التدريس والعاملين بالجامعة عناية خاصة وأقامت مجمعات سكنية بمدينة جبرة في شكل شقق لأكثر من 57 أستاذ، وأقيمت مباني لعدد مقدر من الكليات والمعاهد والمكتبات المرئية. كما شاركت الجامعة في إثراء المشروعات التنموية بالسودان ومجالات تشغيل الخريجين برعايتها لحاضنات الخريجين مثل حاضنة تربية الدواجن وحاضنة الصناعات الجلدية. ارتقت الجامعة بالدراسات والبحوث ونشرت أكثر من 30 كتاب وأكثر من 200 بحث، وتواصلت مسيرتها العلمية وبنت اتفاقيات للتبادل العلمي والثقافي والتدريب والبحث في كل من 12 اتفاقية مع الدول الأفريقية و29 آسيوية و8 مع الأوروبية و23 اتفاقية مع الجامعات والمعاهد المحلية. عمادة شؤون الطلاب واتحاد الطلاب أقاموا الاستراحات ونفذوا مشروعات دعم الطلاب المعسرين سعيا لتوفير البيئة المناسبة، وشاركت بالبرامج والمهرجانات الثقافية والاجتماعية لإثراء الساحة الجامعية وإنارة أيامها بالثقافة والفنون. المستقبلية للجامعة الحقيقة نسعى لإنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، لأنه في نقص كبير جدا في السودان وفي الجامعات السودانية لمثل هذه المراكز، والجامعة هتكون إن شاء الله أول جامعة تقوم بإنشاء هذا المركز للدراسات الاستراتيجية. ونسعى أيضا للانتشار إفريقيا وعربيا لسمعة الجامعة الموجودة لدى هذه الدول، وقريبا جدا هتكون في مراكز وفي هذه الدول المجاورة، سنبدأ بدول الجوار إن شاء الله. وجامعة السودان إن شاء الله ستكون قائدا لإحداث التغيير في القطاعات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية. تطور ونمو بدأ منذ 62 عاما وعقدين، منها بكامل الزاد والكليات والمعاهد والمراكز ورصيد من التجارب وشهادات الاعتماد والتقويم. تسعد اليوم وتحيا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بإفراغها القطر من زبر العلم والخبرة، تقيم سدا بينها وبين الجهل والفقر، لا يستطيع ناقب الكسل والخنوع له صهرا ولا نقبا. وعلى أسوارها ومنابرها تطلق في كل عام أقمارا زواهرا تضيء سماء السودان وإفريقيا والعالم، تحيي الثقة والأمل بالله والنفس، ترمق الاختراعات والمراكز العلمية المتقدمة التي يحرزها طلابها وأساتذتها وكلياتها، وعلى قاماتهم تاج العلم والوقار. يمتاز خريج الجامعة عبر مراحل تطورها بامتلاكه لناصية المعرفة العلمية بجانب امتلاكه لمهارة استخدام المعارف التطبيقية، مما جعله مرغوبا ومفضلا في سوق العمل. وقد حافظت الجامعة على هذه الميزة عبر تقاليدها التعليمية ومكونات برامجها وبامتلاكها لأحدث المعامل والورش والأطر التقنية وتدريبها لأعضاء هيئة التدريس وتفاعلها الدائم مع المجتمع. ورمز وخاتم جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا فخار العلم والسودان، يمهر الإجازة والدرجة العلمية الرفيعة الممنوحة والمستحقة.